سنة وانتوا طيبين يا عيال. وانت طيب يا بابا. امال فين امكم؟ مش عارفة يا بابا، في الحمام ممكن. يا تنكة يا تنكة، خلصي يلا عشان نلحق صلاة العيد. حاضر جاي اهو. كل سنة وانت طيب يا حموكشة يا حبيبي. وانت طيبة يا ام العيال، يلا بقى عشان نلحق صلاة العيد. حاضر، اروح بس البس الاسدال واجي. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة يا رب، وعيد سعيد عليكم. يا تنكة هانم. ايوة يا حموكشة انا جاي اهو. نعم دي حموكشة. فين الفتة؟ خلصت الفتة؟ فتة ايه اللي ناكلها على الصبح يا راجل؟ بقولك ايه، انا متعود ان في العيد اول ما اصحى كده الاقي امي عاملة الفتة. دمك، انا مال امي. ها؟ خلصي بقى ما تستعبطيش. والله بجد يا حموكشة انا مش هعمل فتة على الصبح نفطر بيها، ليه يعني؟ انا هروح اشوح شوية الكبدة كده والقلوب، وبعد كده هو بعد ما ناكل كده اروح معلقة على اللحمة واعمل لك بقى احلى فتة بالخل والتوم تستاهل بقى. يا ست انت جاية تبوظي النظام، الناس كلها بتفطر فتة. بس مين يا اخويا اللي بتصحى الصبح تاكل فتة دي؟ دي الناس بتاع الزمان الله اكبر عليهم، كانت معدتهم تهدم الحديد، اما احنا خيفة معدتنا من اقل حاجة بتتعب، فما ينفعش ابدا نفطر فتة يا اخويا. يعني ايه يعني؟ مش هتعملي فتة؟ لا ازاي، وربنا هعمل لك احلى فتة يا حموكش عمرك ما كلتها في حياتك. بس ايه، الاول نفطر الكبدة كده والقلوب، وبعد كده اعمل لك يا باشا اللي انت عايزه. ده انا هعمل لك ايه فتة تاكل صوابعك وراها. اول حاجة هغلي المية على النار واحط فيها بصل وتوم وورق لولي وحبهان، واول ما تغلى كده هحط فيها اللحمة من غير ما نغسلها، واسيبها كده تاخد غلوتين على نار عالية، وبعد كده اوطي عليها النار خالص واسيبها تستوي براحتها، ومحطش الملح غير في الاخر. وبعد كده هشوح بقى تومة بشوية زيت وكزبرة، وحط عليهم خل، وبعدين احط الطماطم اللي انا فرماها، وحط كمان معلقة صلصة ورشة سكر، واسيب بقى ايه الصلصة كده تثبت لحد ما يبقى طعمها حلو كده، بتطلع زيوت كده على الوش تحس انها اتسبكت. وبعدين اجيب عيش واقطعه حتت صغيرة وفي شوية زيت كده اهو، واقلبهم لحد ما ينشفوا ويحمر. وطبعا هعمل رز ابيض، وبعدين تومة تانية كده هشوحها برضو واحط عليها خل، بس المرة دي هحط الشوربة واسيبهم يغلوا كده شوية. وبعدين بقى هجيب الطبق اللي انا هحط فيه الفتة، واحط اول حاجة الرز كده من تحت، وبعدين احط العيش، وبعدين احط بقى ازقيب الشوربة اللي بالتوم ده اهي، وبعدين اقلبه على طبق تاني، ومن فوق كده فوق الرز هحط الصلصة اللي انا سبكتها، وكمان هروح اخد اللحمة واشوحها كده في شوية زيت صغيرين وملح وفلفل اسمر، وارصها كده حوالين الطبق، وبالهنا والشفا. ايه رأيك؟ والله لما ادوق ابقى اقول لك رأيي. على اساس يعني ان انت اول مرة هتاكل فتة من تحت ايدي؟ لا طبعا، الفتة بتاعتك لا يعلى عليها، تسلم ايدك مقدمة. الله يخليك يا حموكش. وبس كده، هو العيد الاضحى بيبقى كده، اول حاجه بنروح نصلي طبعا صلاه العيد، وبعدين بنيجي نفطر بقى ايه الكبده، اللي دابح بياخد الكبده والقلوب والحاجات دي العليقه يعني، بيشوحها كده ويحمرها، وفي سندوتشات او كلا نغمس يعني، وخلاص هنفطر كده، وبعدين نعمل شاي بقى وقهوه والحاجات دي، ونحضر طبعا الفته، وبعد ما بناكل الفته بنروح ننام، نتفرج بقى على افلام جديده مسرحيات بس. وكل سنه وانتم طيبين. انتوا بتعملوا ايه بقى في العيد الاضحى؟